طيب معانا وردة من دمياط. يا وردة، الو، يا حلوة يا وردة، ازيك يا مدام هالة؟ ازيك يا حبيبتي؟ عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. اسم بقولك وردة ده انا جميل محتاجة على فكرة. تسألي. نعم طبعا، بس انا عايزة اقولك ان اسم وردة ده اسم جميل جدا ربنا يخليك، بجد والله. اتفضلي ربنا يخليك استاذة هالة. استاذة سالي، اتفضلي. أستاذة سالي لو سمحتي أنا بسأل، بس أنا برج الميزان، أنا تاريخي 28/9، وعاوزة أسأل يعني مفيش، يعني أنا كنت بسأل يعني مفيش، عاوزة أتخطب وكده انتي سامعاها؟ طيب معلش يا وردة، قولي تاريخ عاوزة ميلادك. أسأل يعني على الأحوال العاطفية وكده. طب التاريخ ايه؟ تمانية أنا تاريخ وعشرين تسعة 28/9. 28/9. تمام حاضر، اوكي، قولي يا مجدي. 28/9 برضو هي برج الميزان. اوكي، الميزان الفترة ديت عنده لخبطة شوية كتير، خصوصا البنات، خصوصا بنات الميزان هتلاقي عندها لخبطة شوية في الحالات العاطفية عندها، لأن هم بيبقوا عايزين مستنيين رد فعل معين وعايزين حاجات معينة. يعني مثلا لو هي مرتبطة أو مثلا حد قال لها هاجي اخطبك أو هنتجوز في التاريخ الفلاني، بتبقى لو ما عملش ده في التاريخ الفلاني أو اللي قال لها عليه تحت أي ظرف بقى حصل له أو أي حاجة بتقلب 180 درجة. فهي المفروض ان هي تبقى سلسه شويه، لان هي بتبقى متحفظه في كل كلمه بتطلع من بق اللي قدامها يعني، فالمفروض الامور تهدى شويه، وهي تهدى شويه لان هي عصبيه يعني.